السلام عليكم. الحمد لله على الانتصار تاع اليوم. يعطيهم الصحه الاولاد كامل، داروا ماتش كبير تخلنا به بيان في التورنوا. ان شاء الله هذه فرصه لينا باش نحققوا بطوله اللي الناس كامل تحلم بها. الجزائر نورمالمون اليوم نعتبروا مترشحين، لكن هذا ما يخليناش انه نتهاونوا في المقابلات ولا نكونوا معنا نقيموا كامل الفرق. وكما شفت اليوم عطينا قيمه للفريق وحققنا نتيجه اللي كانت تخلينا نكملوا المشوار تاعنا باريحيه ان شاء الله. بدر، انت تلعب في تونس واكيد شفت المنتخب التونسي البارح وتعرف الملاعبيه، نجم نقول بعد فوز تونس والجزائر بنتائج هذم تونس والجزائر مراهنين جديين على اللقب؟ ان شاء الله احنا نمثلوا المنتخب الجزائر. دوكا شفت تونس، التركيز كله راه مع المقابله تاعنا، مع المشوار تاع الفريق الوطني. الشعب يسنى فينا في الجزائري. ان شاء الله لما لا تكون فينال ان شاء الله. صح، حكيت مع فاروق مع بن رمضان مع اكيد.